السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايب قلبي في كل مكان. النهاردة معانا عرض السكين فولبس. السكين ديت يا جماعة من شركة فوكس الإيطالية، وده رقم الموديل للي عاوز يطلب السكينة. كبشر الشاشة واكتب رقم الموديل عندك، تمام؟ طبعا السكينة ديت على رغم صغر حجمها إلا إنها تعتبر سكينة جبارة. طبعا ده المانيوال اللي بيجيلك. خلينا يعني نعترف ان الفئة ديت اللي هي الفولفس تيجي بكذا شكل زي ما انتم شايفين، يعني في الحجم الصغير اللي عندي، في حجم اكبر شوية، في التول اللي بتنزل بيكون متعددين الاستخدام وبتغيير المقابض. يعني في مقابض هتلاقيها من التيتانيوم، وفي مقابض هتلاقيها من الكربون، على عكس المقبض اللي معانا النهارده ده. طبعا مانوال مش هنحتاجه خلاص. السكينه اللي معانا ديت يا جماعه من مقبض الالومنيوم. في الالومنيوم بيكون كذا لون، في الازرق وفي الاخضر وفي الاحمر، يعني في كذا لون منزلين الشركه. اعتقد هما اربع الوان اساسيه: اسود وبرتقالي واخضر وازرق، زي ما انتم شايفين كده. طبعا احنا معانا الازرق النهارده، دي من فئه الالومنيوم. اما في حاجه تانية اللي هي بتكون تيتانيوم المقبض بتاعها، او بيكون في المقبض اللي هو الكربون. طبعا السكينه صغيره جدا زي ما انتم شايفين. المعدن بتاع السكينه ديت يا جماعه يعتبر من المعادن الجباره. ده معدن الان 690 سي او. المعدن بتاع السكينة ديت ان 690 سي او، وبينزل لها معدن تاني اللي هو الام 390. المعدن اللي في ايدي ده يا جماعة انا عملت له تجربة على سكينة من نفس الشركة، وهي سكينة صالح. ده الاصدار القديم من سكينة صالح. اكتب بس اختبار سكينة صالح على قناتي. السكينة ديت طبعا متفشفشة زي ما انتوا شايفين كده، عملت لها فيديوهين عشان اكسرها. في الاخير انا اللي كسرتها بالقصد، والنصل دوت هتشوفوا اتكسر ازاي في حادثه عجيبه، لكن النصل يعتبر زي ما هو. طبعا انا محتفظ بيه وعامل له مقبض تاني، لكن انا ما بستخدمهاش لان انا جبت الشيب الجديد منها بالمعدن التاني اللي هو الام 390، برضك من نفس الشركه، شركه فوكس الايطاليه. لكن التصميم ده او البراند اللي هو براند صالح ده براند اماراتي، اللي هو في السكاكين الايطالية دي، تمام؟ وفي برضك هتلاقي شركة وي، شايف سكاكين فخمة ايه؟ تخيل ان شركة وي منزلة المعدن ده عليه ام 390، طبعا المقبض تيتانيوم، معدن ام 390، تصميم إليا إشام. قبل ما السكينة دي تتقطع من السوق كان تمنها 1700 درهم، دلوقتي بعد ما اتقطعت من السوق تتباع على السوم. يعني ايه تتباع على السوم؟ يعني سكينة مش موجودة، عايز تبيعها ب2000، عايز تبيعها ب3000، عايز تعرضها. هو الموضوع بيكون عرض وطلب، عرفت ازاي؟ وعلى حسب نظافة السكينة بتاعتك دي بنفس المعدن. عندك السكينة ديت ام 390، تخيل ديت ب 1700 ومش هتلاقيها دلوقتي، وديت بحوالي 350 مثلا، ونفس المعدن. لكن طبعا تفرق المقبض. ديت شركه صينيه اللي عاملاها اللي هي شركه وي، وديت شركه ايطاليه عاملاها اللي هي شركه فوكس. نفس السكينه، نفس الاستخدام. اللي المعدن ده هيديهولك هو اللي المعدن ده هيديهولك، عشان كده برضه تعتبر السكاكين ديت من الصفقات الرابحه. لكن نرجع للمعدن اللي معانا النهارده. بص، هي بنظام يعني القفل المانيوال عادي، يعني بص قفلت معاك السكينه، تبدا ان انت تفتح كده، تفتح على درجتين، واحد اتنين، او ممكن ان انت تاخدها مره واحده. تعال نجرب الحد بتاع السكينه دي، شايف؟ شايف؟ السكينة طبعا تعتبر شارب جدا. طبعا ديت سكاكين ميدالية، يعني يكون ليها علاقة من ورا، عاوز تعلقها كميدالية في المفاتيح، او استخدامات بسيطة في الرحلة بتاعتك، يعني كسكين خدامة يمكنك الاعتماد عليها.
طبعا هي مبطنه من الداخل بالكامل بمعدن، وده شكل المقبض بتاعها. دي كانت السكينه اللي معانا النهارده. بس انا كنت عاوز اسالكم، الخنجر ده خنجر صالح من نفس معدن السكينه اللي احنا جربناها، اللي هو ال N690 سي او، ومن نفس معدن السكينه اللي احنا كنا بنتكلم عليها النهارده. طبعا ديت سكين صالح وديت سكين فولبس، ديت انتاج شركه فوكس وديت انتاج شركه فوكس، تمام؟ لكن دي تعتبر المصمم بتاعها اماراتي. نفس الخنجر، الخنجر ده يا جماعه نفس المعدن، تحسوا يستحق ان احنا نجربه ولا لا؟ ولو جربناه هنجربه ازاي؟ لاما السكينه دي طلعت عينينا على ما كسرناها او عملنا بيها تجربه، ولا نعمل له تجربه استعراض قوه، ولا ما نعملوش تجربه خالص. اتمنى اعرف رايكم في التعليقات او في الكومنتات. طبعا دي السكينه هي زي ما انا ما قلت لحضراتكم، تنزل بنوعين معدن، ال N690 سي او، وفي المعدن الاعلى منه حاجات بسيطه اللي هو ال M390، ده يعتبر اعتقد يعني معدن سويدي اللي هو ال M390. بتنزل بثلاث اشكال مقابض، التيتانيوم وعندك الكربون وعندك الالومنيوم. بيتوفر الالومنيوم باربع الوان، الازرق والاخضر والبرتقالي والاسود، وهي زي ما قلت لكم هي سكين استخدام تاني يعني، او ثانويه او سكين ميداليه. اما بالنسبه للمسابقه، الناس اللي بتقول لي يا خليفه ايه المسابقه اللي انت هتعملها، يا جماعه احنا عملنا المسابقه واتكلمنا عليها، والسحب ان شاء الله اول الشهر هيكون على سكينه ام شوكه. اللي هيفوز هيفوز بثمنها، ونبعت له ثمن السكينه على اي دوله هو ساكن فيها. الى هنا يا جماعه يكون انتهى معانا مقطع النهارده. تنسوش تقولوا لي ايه رايكم في السكينه اللي عرضناها على حضرتكم النهارده. ما تنسوش تشوفوا فيديو التجربه بتاع السكينه ديت، سكينه صالح. بس خش عندي على قائمه تشغيل التحديات او تجارب السكاكين، او اكتب سيرش على قناتي تجربه سكين صالح، وقولوا لي رايكم في تجربه الخنجر ده نجربه ولا لا. وما تنساش لو انت من المشتركين في المسابقه تسيب اكبر عدد من الكومنتات عشان يطلع اسمك معانا، انك انت اللي فزت معانا بتمن السكينه ان شاء الله في السحب يوم واحد، اللي هو بيتم عن طريق برنامج الكتروني. وما تنساش لو انت لسه جديد واول مره تتابعني، اشترك وفعل جرس الاشعارات عشان يوصلك كل جديد، وقول لنا ايه رايك في المحتوى اللي حضرتك شايفه النهارده قدامك ده. وما تنساش تدعمنا بلايك. شوفوا على خير ان شاء الله في المقطع اللي جاي، والسلام.